سد النكهات. رؤى العميرة، عمري 22 سنة، بعمل حاليا كأخصائية نفسية. سر علاقتي مع الطبيخ هي بدت عفوية، يعني بحكم اني اصغر وحدة بالبيت فالكل بروح بشوف مشاغله. فكانت ماما لما تروح على البيت انه رؤى حطي نص معلقة ملح، رؤى حطي نص معلقة فلفل اسود، حطي مقدار نصف فنجان زيت، لما يصير لونه كذا حطي كذا، وطي غطي. فانا تعلمت نظري، فبلشت هوايتي مع الطبخ شوي شوي. بلشت رؤى تتميز بنفسها على الاكل، بلشت رؤى تتميز بانواع اطباقها، وهيك بلشت حكايتي مع الطبخ. السنكات انا كنت اتابعه قبل ما اشترك، كان عندي حب اني انا اشترك، يعني كنت بستنى في هاي اللحظة، يعني يوم عن يوم كنت بستنى انه يعلنوا انه رح تبلش هاي المسابقة السنة هاي. ولما عرفت انه رح تبلش المسابقة انا قدمت، كان عندي امل وكنت واثقة. يعني هلا شفت تيمور كنت عارفة انه كمطبخ عالمية، انه كان مطبخ انجليزي بالاحرى. شفت ديما يعني غنية عن التعريف، كنا نعرفها من قبل. شوف علي كان مبين عليه انه مرح، ممكن انه الواحد ما يخاف منه ويرتاح له، بس هذول الاكثر انطباعات كانت ممكن تكون. خلال المقابله شفتهم، تعرفنا على بعضهم، سالنا انه ايش كيف ليش قدمتوا. كانوا كلهم اكبر مني بالعمر، بس في نفس يعني ما حسيت انه ممكن يكون في خوف او انه رهبه للموضوع. سد النكهات.